دكتورة منى رجب الفنانة التشكيلية، صباح الخير يا دكتور، ومعرض جميل موفق إن شاء الله. صباح النور عليكم. منورانا يا دكتور، والشغل بكل الفنانين العارضين رائع جدا، والإقبال الجماهيري رائع جدا على المنتج المصري. فعلا احنا عندنا تراث وعندنا منتجات وحرف يدوية فوق الرائعة. يعني دكتورة منى، هل التكنولوجيا أفادت من وجهة نظرك، وأنا عارفة إنك فنانة وعاشقة للفن، فهل التكنولوجيا هنا أفادت الحرفة ولا ضيعت معالمها الأساسية؟ هي بس التكنولوجيا سلاح ذو حدين. يعني هي طبعا التقدم العلمي والتكنيكس الكتيرة في كل الخانات وفي كل التقنيات بتقدم طبعا وتساعدني ان انا ممكن اعمل منتجات كتيرة، عدد كبير ما اقدرش انا اقعد اعمله في البداية. لكن لو مثلا وضحنا التصميم او الحرفة الاساسية ما تطلعش عنها، ما تبعدش عنها، يعني استعبد العلم والتكنولوجيا للصنعة، ان الصنعة تفضل فيها الهيومن تاتش او اللمسة الانسانية. هو ده المطلوب من استخدام التكنولوجيا، بس الذكاء انه يفضل فيه اللمسة الانسانية او لمسة الفنان او صناعة الفنان. يعني يعني هنا بتضاعف طاقات الإبداع، إذا كنت مبدع يدوي فأنت مضطر تبدع أكتر وأنت بتستخدم الآلة اللي بتساعدك على الإنتاج بشكل أكبر. أنا شايفة إن فعلا يعني محتاجين، يعني هما طبعا الحرفيين والصنايعية واللي بينتجوا المنتجات التراثية دي، يعني هو شغلهم رائع. بس هم محتاجين مثلا دعم بقى من الفنانين اللي يعملوا لهم تصميم مختلف، تقوم العين تحس ان هي مبهوره او مدهوشه ازاي حاجه مختلفه مش هي اللي بيشوفها كل مره، واخده بالك ازاي تتحول لعمل فني يعني تعلى من قيمتها. يعني الحاجه الثانيه برضو محتاجين تدريبات من الناس اللي بتشتغل بالكمبيوتر، زي مثلا سي ام سي والراوتر والحاجات اللي هم بيحفروا المعادن ويحفروا الاخشاب عن طريق الكمبيوتر. كل التكنولوجيا دي محتاجين ان هم يستخدموها بس مقننه او محدده، ما يبقاش كل الشغل كده، لان طالما الشغل دخل للاله تحول لمنتج صناعي ما هو بعيد عن الحرفه او الفن، يعني اللي هو الصنعه. يعني واخد بالك؟ هل دخلت فئات جديدة يا دكتور المهن التراثية؟ يعني لاحظتي مثلا وجود شباب، ناس ما كانوش موجودين بدأوا يتجهوا لتعلم حرفة تراثية لأن لاحظوا إقبال عليها؟ هي طبعا في كتير زي الشباب الكتير اللي بيدخلوا لحرف فن الاكسسوارات أو تصميم الاكسسوارات وتنفيذها، بس هما طبعا بيلجأوا برضه للنهاية للصنايعي اللي بيحفر لهم أو بيساعدهم على إتقان الشغل بتاعهم. فهي الموضوع يعني عايز دمج زي ما بقولك كده ما بين الفنان وما بين الصنايعي وما بين الآلة. يعني أنا شايفة إن الثلاثي ده لو اجتمع مع بعضه هنعمل شغل رائع. يعني الفنان الصنايعي الآلة، صح. أعتقد إن التعليم الفني وطفرة التعليم الفني هتوفر لنا نوع جديد وأجيال جديدة من الشباب اللي هيجيدوا صناعة حلقات الوصل دي. فعلا هو لو احنا اهتمينا وزي ما وزارة التربية والتعليم مهتمة جدا بالمدرسة مدارس الصنايع، ازاي ندهم بقى بالتدريبات على الأجهزة الحديثة التكنولوجية الحديثة، مع ان ممكن برضو ناس فنانين يدوهم كورسات او ياخدوا دورات تدريبيه في كليات الفنون، كليات تربيه نوعيه. يعني لازم يبقى في دمج كده يقوم يعلى بالمنتج ويعلى بالفن نفسه. دكتور منى رجب الفنانه التشكيليه، بتمنى لحضرتك كل توفيق، وبشكر حضرتك جدا واعمالك الرائعه الموجوده في كل مكان، حاجه مفرحه مفرحه فعلا. الله يخليك. انا كنت عايزه اقول حاجه، اتفضلي يا دكتور. اتفضلي. فكره معرض تراثنا دي عايزه تتوسع، ما تبقاش بس مره في السنه وفي القاهره فقط، ليه ما تبقاش في كل المحافظات، كل محافظه تعمل معرض تراثنا ويبتدوا يتبادلوا طول السنه ما بين المحافظات، بالتالي يبقى في مجال لبيع منتجات للشباب دول او الكبار او اي حرفي،
ازاي يبقى بيعه يعني منتجاته يقدر يباعها ويصرفها طول العام، لان ده باب رزقهم يعني، فاهمه ازاي؟ والله فكرة جميلة، كده فكرة جميلة يا دكتور. دي انا نفسي فيها، فقلت اقولها عشان على قد الناس تحاول يقدر تنفذها يعني. والله يعني فكرة جميلة، كل محافظة تقيم بحيث السنة كلها يبقى عندنا تراثنا في محافظة من محافظات مصر. بالظبط بالظبط. والله يا رب يا دكتور تكون يعني فكرة قابلة للتطبيق ونلاقي تراثنا طول السنة. يا رب إن شاء الله. بشكر حضرتك كل جدا المصر يا دكتور. طبعا حبيبة طبعا قلبي، حبيبة بشكر قلبي. حضرتك شكرا جدا يا دكتور. شكرا صباح شكرا يا الجميل. حبيبي، شكرا. صباح الفل، مع السلامة.